بتوع البنات ما عارفش صراحة كيفاش غنبدا لكم لا فيديو كيفاش غنهضر معاكم كيفاش ما عرفتش جيت اليوم اولا درت هاد لا فيديو هادي باش نعلل لكم على واحد الحاجه اللي كتشوفوها في العنوان اختي نعلل لكم على الحمل ديالي الى لاحظتوا شحال هادي تقريبا باش نزلت لكم الفيديو ديال العيد غبرت واحد المده بزاف اللي تقريبا شهرين يقدر فاش قلت لكم راه باقي واحد الحاجه غادي نشاركها معكم من بعد صافي قلت قال حاجه وتشد بلاصتها مزيان وهذا ونبارطاجيها معكم صافي هذا ما كان جيت اليوم باش نعلل لكم على الحمل ديالي ونقول لكم انا حامله ان شاء الله باذن الله غادي تزاد واحد المولود العائله ديالنا او غادي تزاد واحد الفرد اللي غادي يكون ثالث العائله ديالنا انا ورجلي و عرفت مرة كنهضر الصوت كلش كيترعد لي او ما بغيتش نبكي في هاد لا فيديو انا واحد راسي ما عليش نبكي في هاد لا فيديو صافي غادي تزاد واحد الفرد ثالث العائله ديالنا ان شاء الله باذن الله يا ربي يا ربي صافي هذا ما كان جيت باش نشارك معكم هاد الفرحه هادي نشارك معكم هاد لا فيديو هذا ونقول لكم ها شنو اللي كاين بزاف ديال البنات في انستغرام اولا نقدروا نقول ماشي بزاف وماشي ثلاثه اللي صيفطوا ليا قالوا لي يقدر انت حامله ديك الساعه فاش كنت غبرت قالوا لي باين عليك حامله انولي ماما اختي انولي ماما عاسو جايين الشكل ماما صغيره ماما زويره ماما بوكوس اختي تبارك الله ما شاء الله عليا شكرا بزاف على التساؤلات ديالكم شكرا لكم بزاف شكرا على الكومونتير ديال لي كومونتير ديالكم في اخر فيديو اللي كتهضرتوا معايا ولا الناس اللي صيفطوا لي في انستغرام شكرا لكم بزاف اللي خدتكم عليا فقط غير كان فيديو توضيحي وحيت اللوم عليا كما كيقولوا صافي غادي نشارك معكم الرده ديال الفعل ديال الماما كيفاش كانت رده الفعل ديالها غادي نحاول نخلي لكم شي مقتطفات هنايا بالنسبه لراجلي راه ما كيبغيش يبان قليل فين كنحطوا شي صوره انا وياه بحال هكا باغي يبان ولا غادي تشوفوا دابا في الصوره ديال المينياتور صورين مع البيبي ديالنا محاش غيبغي يبان كنحترم الراي ديالو كنحترم القرارات ديالو كنحترم الحاجه فاش كيرتاح كنحاول نحترم كل ما هي حاجه خاصه ديالو وشنو اللي هو باغي شنو اللي ما باغيش ولا هو راه فرح اختي فرح ولكن ما صورتش رده الفعل ديالو راكم عارفين انا ما عنديش مع ديك التصوير ديال رده الفعل وديال زوجي وكذا وكان باغي يبان ليه ممكن ولكن هو ما باغيش يبان وانا كنحترم هاد الحاجه هادي وكنحترم هاد القرار ديالو ماما صورت رده الفعل ديالها كنت باغا نصور رده الفعل ديال جدة وديال خوالي وديال مرت خالي وديال هذا ولكن جدة كانت جات في الموت ديال عمي ديك الساعه جات قلتها ليها صافي ما هي فرحات وكل شيء ولكن ما كاينش كيفاش اصلا كيفاش نصور لكم رده الفعل ديالها هو رده الفعل ديالها كانت زوينه ولكن ما كانش كيفاش نصورها لكم خوالي وكذلك قلتها لهم جدة ما عرفتش حشمت انني نقولها لهم صافي قلتها لهم جدة نحط لكم ردة الفعل ديالها وغادي نرجع لكم نقول لك واحد الحاجه شنو هي يو يو يا رحمه والله قسما لك بالله شكون قالها لك راه درت تيست ومشيت سولت ومشيت علاش مشيتي سولتي مشيت سولت واحد السيده كتصور ما كتوقفش كتصور والله الا معاك بزاف وقسما لك بالله انا في البدايه الحمد سير الكذاب والله ما نطيقك تكذبي عليا ويلي والله الا معاك بزاف قسما لك بالله وانا نوريك التيست يا سلام اللي حلا هذا حل لك كل شيء حق الله لا بقى ما تيقنوت والله الا معاك بزاف ها هي كاين خط غليظ وخط رقيق في التيست الاولاني اللي كنت درت كما كانش باين لا كان غير خط واحد احمر يعني راه ما كاين والو هذا دابا مشيت سولت وتفرجت في هذا في اليوتيوب وشفت جوجل وكلشي قال لك مبروك زعما راه في الاوائل ديال الحمل حق الله يا
ايوا انت في عيني كيدوع عليا. اختي الحسن ملي قلتي كبرتي انت البنات هذه هي ردة الفعل ديال ماما ما تيقاتش لدرجة انه بدات كتعيرني بكثرة ما هي ما تيقاتش. المهم البنات هاو التيست هانتوما شتو كيبان لكم هانتوما شتو كاين خط واضح وخط هنايا خفيف خط احمر خفيف. المهم غادي نحاول نعاود لكم قصه خفان زربان. هاد التيست هذا ما صورتوش لكم حيت اصلا درتو ما كنتش متوقعه انه غادي ندير التيست ونخرج حامله حيت فيت هذا درت التيست الاولاني خرج عادي صافي عاودت هذا باش نزيد زعما نتاكد قلت انا غير خرج عادي ما غاديش يكون حتى شي حاجه ولكن خرج فيه خط كما كتشوفوا خط خفيف صافي عاد ديك الوقيته بلي راهنا حامله. بالنسبه للحمله ديالي كنا مخططين اننا نولدوا انا وراجلي متفقين وكل شيء اننا نولدوا ونزيدوا واحد الفرد العائله ديالنا الصغيره. كنت ندير الكينات من بعد صافي حيدتهم صافي وبديت تندير الحساب صافي بديت جلسه كندير الحساب درت الحساب تقريبا شي 4 شهور وهذا صافي الوقيته حتى الوقيته اللي اتفقنا انا وراجلي اننا نولدوا الحمد لله ربي ما حشمناش وحملت. فاش كنت درت التيست وطلع لي هذا الخط هذا الخفيف انا ما كنتش عارفه ندخل لجوجل وكنقلب حتى عطاو لي بلي راه انه زعما الاوائل ديال الحمل عاد باش عرفت زعما راني داخله في الاوائل ديال الحمل ومع ذلك تنقول هاد التيست هذا محاش غير كيكذب محاش صافي بديت تنتسنى غير واحد المده واحد يومين ثلاث ايام مشيت عند الطبيب درت التلفازه وكل شيء وطلعت حامله صافي تاكدت كل شيء وصافي هذا ما كان تقريبا دابا انا راه طالعه قولوا هاد السيمانه ان شاء الله باذن الله يا ربي يا ربي طالعه في 5 شهور الله يجيب الفكاكه بخير وعلى خير والله يجيب الصوره الكامله يا ربي يا ربي. هادو هما التصاور مشيت البارح خرجتهم وكل شيء ها انتما شوفوا مازال ما عرفناش الجنس ديال البيبي ولكن باقي ان شاء الله شي ايامات ان شاء الله قليله وغادي نعرفوا الجنس ديال البيبي وكون على القرصه اختي كون على القرصه راه جايين الفيديوهات اللي زوينين غادي يكون بيبي شاور ان شاء الله باذن الله غادي يكون بيبي شاور غادي نصور لكم لا فيديو من طبيعه الحال غادي نشارك معكم كل شيء من هنا لقدام غادي يجيو فيديوهات اللي هما زوينين 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 بزاف 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 وغادي نشارك معكم كل شيء اي حاجه ايطاب باغ ايطاب بزاف ديال الحوايج المهم غير كونوا على القرص غادي نشاركهم معكم. واحد الاحساس في شكل واحد الاحساس ما يمكنش احساس زوين في نفس الوقت الوحم ديالي دا صعيب 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 خلال 4 شهور طيحت 4 كيلو بحال قلتو كل شهر كنطيح 4 كيلو من رمضان عبر ديك الساعه كانت فيها 72 ولات دابا فيها 68 يعني 4 كيلو اللي طيحت 4 كيلو راه ماشي سهله الحمد لله الله يجعلها مغفره الذنوب الوحم ديالي صعيب وباقي لحد الان بقى الوحم ديالي صعيب باقي لحد الان بزاف ديال الحوايج كنمرض منها بحال البصله بحال المرقه بحال الثومه كاع ديك الحاجه اللي مجهده وما كان كل شهر كيكون فيا الموت ديال الجوع ولكن غير كنلوح الحاجه يا ربي تسمح لي كنردها حاشاكم في البلاصه عندكم الصباح كندوخ بزاف الصباح ملي كنوض يعني الوحم ديالي واخا هكاك صعيب دس عليا فريمون دس عليا راه ما غبرت عليكم حتى نيت دس عليا الحمد لله لا يجعلها مغفره الذنوب والله يسمح لينا من الوالدين وحتى كيجرب الواحد عاد كيعرف بحق الوالدين وبحق المعنى ديال الام والمعنى ديال الوالدين وبزاف ديال الحوايج الله يسمح لينا منهم وصافي وصافي هذا ما كان هذا ولا فيديو ديالنا واخا كندخل ونخرج في الهضره غير المهم غير سمحوا لي وهذا ما عرفت كيفاش غادي نقولها لكم اصلا الحشمانه وفي نفس الوقت بغيت نشارك معكم هذا الخبر هذا اللي زوين يجيب الصوره الكامله يا ربي يا ربي وخرج سالم غانم بصحيحته مازال ما عرفتش واش بنت ولا ولد اي حاجه كانت غادي نشاركها معكم دعيو معايا حتى نتوما ربي يفك وحيلي بخير وعلى خير
وتهلاو بزاف بزاف والديكم وفي الناس اللي عزيز عليكم وفي ولادكم وفي كل شيء في كل شيء في كل شيء. شكرا لكم بزاف بزاف وشكرا على الميساجات ديالكم وشكرا على الحب ديالكم ليا وشكرا وشكرا. واخا عندي ناس قلال ولكن بالنسبه لي انا شي حاجه اللي كثيره. فوالا هذا هو الفيديو ديالنا، شاركت معكم الفرحه ديالي وحاولت انني ما نبكيش في هذا الفيديو حيت بكيت بالفرحه وهذا بكيت قبل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، والله يرزق كل محرومه يا ربي بالذريه الصالحه. وتجربتي داك الاحساس وتجرب داك العذاب واخا صعيب ولكن راه فريمون احساس زوين 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 بزاف بزاف. الهليحه ماشي وحده منها يا ربي يا ربي. هذا هو الفيديو ديالنا، كنضرب لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو ليا فريتكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، سلامه، باي باي.